طيب الشاشة كده طالعة يا جماعة صح؟ ايوه بالظبط. تمام مش بس تمام. هو عامة يعني بس زي ما بقول لكم النهاردة مراجعة على الموسفيت، هنراجع بس على النموذج اوف اوبريشن والايكويشنز بتاعة الموسفيت، ويعني مسألتين تلاتة كده الموضوع بسيط يعني. طيب يعني عايزين نفتكر الموسفيت. الموسفيت كان زي ما احنا عارفين هو كان 3 تيرمينال ديفايس، كان ليه اللي هو تيرمينال اسمها جيت، وتيرمينال اسمها درين، وترمينال اسمها السورس. ذلك الكلام ده كلنا عارفين يعني من الترم الاول ومفيش فيه مشكله. وكان عندنا الفولتج اللي ما بين الجيت والسورس والدرين بيحدد لي المودز اوف اوبريشن بتاعه الترانزستور. فكنا بنقول ان انا لو عندي الفي جي اس اصغر من حاجه اسمها الفي ثريشولد، ساعتها الترانزستور بيقفل الكت اوف، مفيش كارنت بيمشي اصلا. في جي اس ده اللي هو الفولتج اللي ما بين الجيت والسورس. طيب يعني في ناس بتسميه اصلا سب ثريشولد، مش كات اوف، لان هو فعليا بيبقى فيه يعني درين كارنت ماشي، بس هو بيبقى فيري سمول تقريبا بزيرو يعني، عشان كده بيعتبر ان هو كات اوف. بس هو فعليا يعني فيزيكال يعني ما هواش كات اوف قوي يعني، بيبقى فيه كارنت بس صغير، بس احنا هنجلكت الكلام ده في الكورس يعني. طيب المود التاني اللي اسمه الساتوريشن، اللي هو كان بيبقى خلاص ان الفي جي اس اكبر من الفي ثريشولد، فالترانزستور اون، بس الفي دي اس بقى بيبتدي يأثر لي في الموضوع. ال VDS ده اللي هو ايه الفولتج ما بين الدرين والسورس. طيب يعني في الكورس بتاعنا احنا حسب اللي انا فاكره يعني من دكتور سامح، ان هو مش هياخد في اعتباره قوي موضوع الشورت شانل افكت واللونج شانل افكت، دي حاجه كده يعني في الترانزستور. لو في حد يعني سمع من الدكتور ان هو هيتكلم على الشورت شانل افكتس برضه يا ريت يقول لي يعني، عشان برضه انا ما اعرفش، انا بتكلم حسب اخر اللي اعرفه يعني. المهم يعني ان احنا كان بيبقى عندنا ال في دي اس لما بتزيد قوي، ماشي. تعال نبص هنا، دي كده كانت بلوت ما بين الاي اللي ماشي في الترانزستور والفي دي اس اللي هي الفولتج ما بين الدرين والسورس، كانت بتبقى حاجه بالشكل ده ماشي. كان الكرنت بيفضل يزيد 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 مع زياده الفي دي اس لحد ما بيساتوريت على قيمه معينه. وانس ان الفي دي اس عدت حاجه اسمها الفيفر درايف. ايه الفيفر درايف دي؟ اللي هي الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد، مش الفرق ما بين الفي جي اس والفي ثريشولد. تمام. الكلام ده في الحقيقه ده كده، او المعادله دي بتهيألي كلنا عارفينها من الترم الاول. المعادله دي كانت حاجه اسمها لونج شانل ترانزستور، اللي هو الترانزستور اللي ال بتاعته كبيره. في الحقيقه الكلام ده ما بيبقاش فارق قوي لما الشانل تصغر، لما ال تبقى صغيره قوي بيبتدي يظهر لنا حاجه اسمها فيلوسيتي ساتوريشن، ماشي. ما اعرفش يعني الدكتور اتكلم معاكم فيها ولا لا، بس لو الشانل صغيره قوي والفيلوسيتي ساتوريشن بقت يعني حاجه سيجنيفيكانت يعني، فبنلاقي ان الكرنت بيساتوريت بعد في دي اس معينه غير الفيفر درايف، يبقى حاجه اسمها الفي دي سات، ماشي. بس ما علينا يعني، هي بس معلومه فول فور الستريشن يعني، لو الدكتور ما كلمش عليها خلاص. تالت مود اوف اوبريشن اللي هو الترايود، ماشي، اللي هو ان خلاص الترانزستور بيبقى اون، بس الفي دي اس ما بتبقاش عدت الفيفا درايف او الفي دي سات، حسب يعني هي ايه دومينيتد باني فيه، ماشي. وساعتها بنبقى احنا في الريجون دي اللي هو الفي دي اس كل ما يزيد بلاقي الاي بتاعتي بتزيد. الناس بتهيألي فاكرة الكلام ده، تاخدوا الكلام ده الترم الاول يا جماعة صح؟ اه تمام يا باشمهندس. انا تمام. انا ما خدتش الكترونكس. ما خدتش الكترونكس؟ لا ما خدتش الكترونكس. ازاي؟ ايه ده، هو الكورس ده مش مالوش بريكوست الكترونكس ولا ايه؟ لا مش الكورس ده مبني على لا انت بص يعني موضوع، لو انت ما خدتش الكترونكس انت ممكن تبقى تجيب في اي وقت افهمك الكلام ده يعني، لان انا بصراحه مش عامل حسابي ان في حد ما خدش الكترونكس يعني، بس ما عنديش مشكله من حيث المبدا يعني. لو عندك مشكله ممكن تجي لي في اي وقت في الكليه يعني، ونقعد قاعده يعني، لو في كذا حد برضو ممكن ايه ممكن تتفقوا مع بعض كده ونقعد قاعده يعني. احنا مجموعه يا باشمهندس، مش هو بس يعني. طيب خلاص يعني، بس انا والله ما كنتش عامل حسابي على كده خالص، انا كنت فاكر ان الناس كلها خدت مصفه الترم الاول مع دكتور هشام يعني. باشمهندس، هو اصلا الدكتور هشام كان شرح المصفت في محاضرتين 37 دقيقة كل محاضرة، فلو اتفرجوا عليها يفهموا كويس يعني، مش هتاخد الحاجة.
بالظبط يعني. مثلا المصفت يعني مش صعب قوي، احنا مش هنخش في تفاصيل بقى الامبليفايرز وكده، احنا بس عايزين المصفت من بره كده كمعادلات كارنت. الموضوع مش صعب يعني. لو برضه حد عارف اماكن الفيديوهات دي يا ريت يبعتها لهم يعني، عشان بس ايه انا مش عارف قوي الصراحه. تمام يا باشمهندس. بس من حيث المبدا بقيت الناس عارفه الكلام اللي انا بقوله ده يعني، صح؟ ايوه يا باشمهندس. تمام. كان عندنا بقى الكرنت نفسه كمعادله يعني، كان عندنا معادله في الترايد اللي هي مش عارف هاف ميو ان سي اوكسايد مش عارف 2 في جي اس ناقص دي ثريشولد في دي اس ناقص في دي اس سكويرد، وبعد كده لما الكرنت بيساتوريت بياخد الشكل ده اللي هو الهاف ميو ان سي اوكسايد دبليو اوفر ال في جي اس ناقص دي ثريشولد سكويرد. تمام. وكنا بنلاحظ يعني ان الكرنت هنا بيبقى تقريبا لينير مع الفي جي اس، يعني كل ما تزود الفي جي اس لينير الكرنت بيزيد لينير، في حين ان هنا لا الكرنت بيبقى كوادراتيك مع الفي جي اس. ماشي. الملاحظات دي بس مهمه عشان نشوف شويه اسئله في الشيت يعني. تمام. وبنلاحظ ان هنا تقريبا خلاص ما عادش فيه ديبندنسي على الفي دي اس، في الحقيقه يعني بيبقى فيه ديبندنسي بسيطه نتيجه حاجه كده اسمها التشانل لينس موديوليشن، بس يعني ايه مش مهم قوي دلوقتي يعني. ماشي. حد عنده سؤال لحد كده؟ هو بالنسبة للمرحلتين التانيين من السلايدز اللي فاتت، وريني ثاني. ايه حكاية من في دي؟ ما انا بقول لك بص يعني اللي انتوا تعرفوه من الترم الاول ان الفي دي اس بتبقى اكبر من فيفا درايف. تمام. حد مثالي حد فاكرين دي صح؟ تمام. طيب انا بقول لكم ان في بس يعني الكلام ده فارد في حاجه اسمها اللونج تشانل ترانزستور. ماشي. لما الترانزستور بيصغر بيبقى ال بتاعته صغيره قوي يعني، بيبتدي الكلام ده ما يبقاش فارد قوي نتيجه ان في حاجه اسمها فيلوسيتي ساتوريشن بتبقى موجوده في الترانزستور. ماشي. فالفيلوسيتي ساتوريشن دي بتخلي الكرنت يثبت لما الفي دي اس تعدي فاليو ثانيه غير فيفا درايف، الفاليو الثانيه دي اسمها في دي سات. فلما بقى يعني الفي دي اس تبقى اكبر من على حسب بقى مين فيهم الصغيره، على حسب هيبقى هو فيلوسيتي ساتوريشن ولا الساتوريشن العادي. لو الفي دي سات دي كانت اصغر من الفيفا درايف فساعتها الترانزستور هيبقى فيلوسيتي ساتوريشن، لو الفيفا درايف كانت هي اصغر يبقى هو هيبقى الساتوريشن العادي اللي احنا عارفينه اللي هو البنش اوف ساتوريشن اللي هو ان الشانل بتقف. بس عشان كده بقول مينيمم اوف في دي سات اوف يور درايف. بس احنا غالبا في الكورس يعني بتاعنا مش هنكونسيدر موضوع الفي دي سات ده قوي، هي بس معلومه قلت اقولها يعني فور الستريشن مش اكتر يعني. فهمت قصدي ولا ايه؟ تمام. طيب ماشي. طيب تعالوا يعني هو هنا بس طالب ان انت اللي شويه المصفت تقول تحدد له المود اوف اوبريشن يعني مش اكتر يعني. طيب وعندنا بيقول لك ان الفي ثريشولد 0.4 للانموس ونيجاتيف 0.4 للبيموس. طيب فاول واحد بالنسبه للموسفت ده مبدئيا بس فين الجيت والسورس والدرين؟ انا عندي هنا الجيت اهو وعندي هنا السورس وعندي هنا الدرين. طيب عرفت منين؟ في الحقيقه في يعني الشخص يعني العادي هيقول لك ايه؟ هيقول لك والله من السهم، انا عارف ان السهم ده بيبقى ناحيه السورس والدرين بيبقى الناحيه الثانيه. طيب خلينا نمشيها كده المره دي، بس انا بقول لكم ان ده مش شرط. ماشي. يعني بالذات في الكورس بتاعنا ده احنا اصلا حتى في الكورس بتاعنا ده مش هنرسم الترانزستور بموضوع السهم ده، بس خلينا دلوقتي نمشي عادي زي ما احنا عارفين هنقول ان ده السورس وده الدرين وده ايه وده الجيت. فانا دلوقتي عندي الجيت على 0.5 والسورس على 0.5، يبقى انا كده عندي الفي جي اس كام؟ عندي الفي جي اس بزيرو. طيب يبقى الترانزستور ده ايه؟ انهي مود اوف اوبريشن؟ حد يقدر يقول؟ كاتوف. بالظبط، لان انا عندي الفي جي اس بزيرو اصغر من الفي ثريشولد خلاص كاتوف، ده ما تشوفش بقى لا ساتوريشن ولا ترايد ولا اي حاجه. طيب النود بقى اللي انا عايز اقولها، انا اعتبرت ده السورس ليه وده الدرين، انا القياس بتاعي لو انا ان موس يعني خدوا بالكم ده ان موس، لو انا ان موس فانا المقياس بتاعي مين اعلى من مين. طيب لو لقيت ده اعلى من ده يبقى ده الدرين وده السورس. طب لو لقيت ده اعلى من ده
يبقى ده الدرين وده السورس ماشي. عامه هو الدرين بيبقى هو اللي ليه الفولتج الاعلى في الموسفت في الان موس بالذات. الان موس الدرين هو اللي ليه الفولتج الاعلى ماشي. فانا لو عندي هنا ده الدرين وده السورس تمام لان ده 2 فولت وده 0.5. طب لو كان الاثنين هنا و 0.5 هنا لا كانت هتبقى بالعكس. حتى لو السهم مرسوم هنا السهم ده في الاخر حاجه يعني دي حاجه ايه مالهاش قيمه قوي، لكن الفيزيكس بتاعه الموسفت نفسها لو انتوا فاكرين يعني هي بتبقى حسب مين الفولتج الاعلى على حسب الكاريرز ماشيه من فين لفين وكده. حد مش فاهم قوي الحته اللي انا بقولها دي؟ اه باشمهندس حضرتك بتقول ان الدرين بيبقى اعلى من السورس في الـ في الان موس، طب مش معنى كده ان في البي موس العكس ولا صح؟ بالظبط بالظبط، وانا عشان كده بقول لك في الان موس الدرين بيبقى هو الاعلى من السورس. طب ما هو كده لو مش مرسوم سهم، لو كده مش مرسوم سهم انا كده اصلا مش هعرف هو ده بي موس ولا ان موس عشان انا لا ما هو السهم. ما انا بقول لك بقى ما انا بقول لك في الكورس بتاعنا هنعلم الان موس والبي موس بطريقه تانية، هيبقى في علامه بره يعني. هيبقى في علامه بره غير السهم عشان السهم ده بيلخبط الناس يعني. تمام ماشي. هيبقى الان موس من غير السهم والبي موس هيتحط له دايره هنا ماشي، قصه كده يعني عشان ايوه تمام فاكر اللوجيك جيتس اللي احنا كنا اه بالظبط بالظبط. طيب ماشي. طيب بالنسبه لده انا هنا عندي ثانيه واحده معلش. طيب بالنسبه لده انا هنا عندي هنا 2 فولت وعندي هنا 0.5، يبقى ده الدرين وده السورس. طيب هنا عندي 1.5 فولت، يبقى 1.5 فولت على الجيت، وعندي 0.5 فولت على السورس، يبقى ده ايه كده؟ هيبقى عندي ال VGS 1 فولت، 1.5 - 0.5 1. طيب فمبدئيا هو كده اون خلاص، اكيد هو شغال يعني. طيب هيبقى ترايد بقى ولا ساتوريشن؟ على حسب ال VGS. انا كده عندي ال VGS 1 فولت، ال V-threshold ب 0.4 فولت، يبقى كده عندي ال Viva Drive بكام؟ تبقى ب 1 ناقص 0.4. ثانيه واحده هكتب احسن، خليكم معايا. خليكم معايا ثانية يوم. طيب ماشي، هنا كده ال VGS هيبقى 1 فولت وال V over drive هيبقى 0.6 فولت عشان هيبقى 1 فولت ناقص 0.4. طيب ال VDS هنا بكام؟ لان هو 2 ناقص 0.5 يعني ال VDS 1.5. طيب VDS اكبر V over drive يبقى ده ايه؟ ساتوريشن. بالظبط، يبقى ده ساتوريشن وده كاتوف. طيب يعني نفس الكلام هنا ماشي، مفيش اي جديد. هلاقي ان انا عندي هنا ال VDS بزيرو
ماشي في دي اس بزيرو يبقى هي اكيد اصغر من في اوفر درايف ماشي يبقى ده ترايد ماشي عشان عندي هنا 0.5 وهنا 0.5 يبقى زيرو عندي هنا ترانزستور اون ماشي لان 1.5 ناقص 0.5 1 فهو اون بس ترايد ماشي ما فيش جديد يعني هنا بقى ده هو اللي كنت بقول لكم عليه هنا بقى فين السورس والدرين اصلا الدرين اللي تحت بالظبط كده ده الدرين وده السورس فلما تيجي تقيس ال VGS اصلا ما تقيسهاليش من هنا يعني ما تقوليش دي ناقص دي لا هي دي ناقص دي ماشي لان ده السورس وده الدرين طيب فكده ال VGS بكام هيبقى 1.5 ناقص 0 ماشي يبقى ال VGS 1.5 فولت طيب ال VDS بكام هيبقى 0.5 ماشي طيب يبقى ده كده هيبقى ايه ترايد ولا هيبقى ايه هيبقى ترايد لان انا دلوقتي عندي ال VDS اصغر من ال VGS ناقص ال 0.4 اصغر من 1.1 لو انت كنت مشيتها بشكل تاني كان ممكن توصل لريزلت مختلفه خالص يعني اصلا كنت لو انت اعتبرت الدرين هنا هيبقى ال VDS نيجاتيف مفيش حاجه اسمها كده يعني في النص مفيش حاجه اسمها كده مهندس قول معلش انا تهت شويه احنا بنقارن ايه بايه بعد ما بنجيب ال VGS وال VDS بص انت بعد ما تجيب VGS احسب حاجه اسمها في اوفر درايف اللي هي VGS ناقص V ثريشولد ماشي اللي هي 1.5 ناقص 0.4 اللي هي 1.1 قارن بقى الـ VDS بالـ 1.1 ماشي زي ما احنا عملنا زي ما احنا قلنا هنا ان الـ VDS بتبقى اكبر من الـ VOver Drive صح ولا ايه اه تمام شكرا طيب ماشي يعني هو الباقيين كلهم مفيش فيهم اي حاجه سبيشال جديده ممكن ده بس يعني اللي يكون في حاجه حلوه هنا كده انا عندي فين الدرين والسورس اي واحد خلاص من حيث المبدا خلي ده السورس وده الدرين لان هما الاثنين قد بعض فمش مشكله خلي ده السورس وده الدرين طيب وفي نفس الوقت الدرين كده هيبقى واصل بالجيت طيب فانا كده عندي ال VGS هيبقى بكام هيبقى ال VGS بزيرو فلو الفي جي اس بزيرو ده ايه يبقى ده كات اوف طيب تعالوا لده عشان ده برضو ايه في حاجه تعتبر مختلفه شويه هنا بقى فين الدرين وفين السورس هو الدرين اللي فوق صح كده ليه بقى لان ده زيرو وده نيجاتيف فولتج تمام يبقى ده اعلى فصح كده فلو ده 0 وده نيجاتيف 0.5 ماشي يبقى ال VDS بكام؟ ال VDS ب 0.5 طيب وهنا الجيت ب 0 والسورس ب نيجاتيف 0.5 يبقى ال VGS ب 0.5 طيب يبقى ال VOver Drive بكام؟ تبقى 0.5 ناقص 0.4 اللي هي 0.1 يبقى ده كده ايه؟ هيبقى Saturation لأن ال VDS أكبر من الفيوفر درايف يعني وبنفس الطريقة يعني هيبقى ده وده عشان بس ما نضيعش وقت برضو فكرة ان فيه هنا نيجاتيف فولتج يعني حد عنده سؤال في الحتة دي؟ طيب هنا بيقول لك عندك IX ماشي وعندك VX عايزك بقى تبلوت IX as a function of VX ونلاحظ ان هو هنا فارض ان IX ماشي كده وان VX محطوط بالبولاريتي دي عشان بس واحنا بنعمل الاشارات يعني اشارة الكارنت كده بوستيف واشارة الفولتج كده بوستيف طيب فتعالوا كده الاول واحد انا عندي هنا ال VDS بكام عندي ال VDS بواحد طيب وال VGS بكام؟ ال VGS هو VX طيب يبقى انا لو انا عايز ابلوت
اي اكس از فانكشن اوف في اكس. يبقى انا لازم اكتب معادله الكرنت واشوف هتبقى عامله ازاي. طيب احنا عارفين ان معادله الكرنت بتختلف حسب المود اوف اوبريشن. طيب يبقى مبدئيا كده الفي اكس دي لو هي اصغر من الفي ثريشولد فيبقى الكرنت بزيرو، تمام. طيب وانس انه جه للفي ثريشولد هيبقى الكرنت في الاول بقى ترايد ولا ساتوريشن؟ حد عارف؟ الاول هيبقى ترايد. لا الاول هيبقى ساتوريشن. ليه بقى؟ لان في الاول هتبقى الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد صغيره جدا والفي دي اس بواحد. هو انا بعلي الفي جي اس مش الفي دي. تمام فاهم قصدي. انا عارف ان انتم متعودين ان انتم ايه البلوت دي بتبقى في دي اس فيرسس اي اكس يعني، بس لا هي في جي اس فيرسس اي اكس، تمام. فانتوا في الاول كده هتبقوا ايه؟ هتبقوا ساتوريشن، فالكرنت هيبقى ماشي كوادراتيك. طيب وانس لقى ان انا جيت لبوينت معانا خلاص هتوصل ان الفي دي اس بقت اكبر من فيفا درايف، تمام. طب احنا قلنا هي الفي اكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن الفي جي اس. طيب احنا كنا قلنا في الترايود ايه علاقه الكرنت بالفي جي اس؟ كانت علاقه لينير يعني ما كانش فيه هنا سكويرنج او حاجه. طيب فهلاقي بقى وانس ان البتاع وصل البوينت المعينه دي هلاقي ساعتها ان الكرنت بيكمل لينير، يعني هو كان ماشي كوادراتيك بعد كده ايه هيكمل لينير. طيب البوينت دي بقى هي ايه؟ تعالوا نحسبها. البوينت دي تحصل امتى؟ تحصل عند لما الفي دي اس هتساوي الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد، يعني الفي جي اس هتساوي الفي دي اس زائد الفي ثريشولد. يعني في اكس تساوي كام؟ تساوي واحد زائد في ثريشولد. طيب فلما تبقى الفي اكس واحد زائد في ثريشولد عشان الفي دي اس بواحد هنا، يبقى ساعتها الكرنت هيبدا يمشي ايه؟ يبدا يمشي لينير. حد عنده سؤال في دي؟ طيب ده كده ايه؟ طيب تعالوا البي. بي هنا ده بقى اللي انتم متعودين عليه. انا عندي هنا الفي اكس هي الفي دي اس، وعندي الفي جي اس متثبته بحيث ان هو يبقى اون خلاص. الفي جي اس كده اعلى من في ثريشولد، فساعتها بقى البلوت دي هتبقى عامله ازاي؟ هي البلوت اللي احنا متعودين عليها اللي هو عندي هنا في اكس وعندي هنا اي اكس. الاقي ان هي البلوت اللي انا متعود عليها اللي هي هنا، ان انا بغير الفي دي اس وببلوت الاي دي، ان البتاع ماشيه ازاي؟ تبقى ماشيه كده. بعد كده ايه هتثبت؟ وتثبت امتى؟ لما ال في اكس تساوي واحد ناقص في ثريشولد. نشيل واحد اللي هي ال في جي اس وال في ثريشولد عشان ايه؟ عشان يبقى الفيفا درايف. معلش هو الرسمه اللي قبل النقطه اللي هيتغير فيها دي كده لينير ولا كوادراتيك؟ هي بتبقى بص في الاول لينير بعد كده تبدا ايه يعني تبقى كوادراتيك، علشان هي بتبقى في دي اس بتبقى في في دي اس سكويرد على 2. يعني دي ترايود صح؟ دي الحته دي ترايود ودي كده ساتوريشن. بس احنا في الترايود يعني الكرنت بيميل اكتر ان هو يبقى لينير اكتر ما هو ايه كوادراتيك، يعني بالنسبه للفي دي اس طبعا. عشان انت لو جيت تبص هنا انت عندك هنا في دي اس وعندك في دي اس سكوير، فلما الفي دي اس تبقى صغيره شويه هتلاقي ان الفي دي اس سكوير ده نيجلكتد بالنسبه للفي دي اس، لان احنا عارفين لو في حاجه صغيره لما بيتعمل لها سكويرنج بتبقى اصغر. مش عارف الناس عارفه المعلومه دي ولا لا. عشان كده بنقول ايه ان الكرنت بيبقى ايه لينير اكتر ما هو كوادراتيك، يعني بيبقى لينير كده. لما تبتدي الفي دي اس تكبر شويه يبتدي الكرنت ايه يخش. ايوه بس لو اتسالت سؤال نظري عليها يبقى ان الكرنت في مرحله الترايود مع هيترسم كوادراتيك مع الفي دي اس، وهيترسم كوادراتيك هيترسم كوادراتيك مع الفي دي اس بس. لا ما هو مش يعني بص ما انا بقول لك انت عندك هنا لينير وكوادراتيك تمام،
فلو انا عندي حاجه لينير وكوادراتيك اللينير بتغلب لما تبقى القيمه صغيره. اول بقى ما تبدا تكبر تبدا ايه ماشي تبتدي تميل شويه عشان عشان كوادراتيك يعني. تمام فاهم قصدي؟ تمام. حتى احنا في بعض الاحيان يعني هتلاقي ان احنا في الكورس كله هنأسيوم مثلا ان الكرنت في الترويد لينير يعني لينير مع الفي دي اس مش عشان احنا في الغالب بتبقى الفي دي اس واحنا شغالين بتبقى صغيره فالفي دي اس لو صغيره بنجلكت الحته السكوير دي اصلا دي كيس هتحصل كتير في المنهج عشان في الجيتس وكده بتلاقي ان الفي دي اس صغيره على الترانزستور. طيب تعالوا كده لسي. سي ده دايت كونكتد ترانزستور ما اعرفش الناس عارفين ولا لا يعني مهم يعني ان انا عندي هنا الفي جي اس ايكوال في دي اس ايكوال في اكس. طالما الفي جي اس قد الفي دي اس يبقى ده اكيد ساتوريشن دي ما فيش فيها كلام. عرفت منين؟ لان اصلا الفي دي اس لو قد الفي جي اس ماشي يبقى هي اكيد اكبر من الفي جي اس ناقص الفي ثريشولد ماشي لان هي اصلا يعني قد الفي جي اس اللي هي اكبر من الفيفا درايف تمام يعني فيفا درايف هي في جي اس ناقص الفي ثريشولد. طيب فبالتالي انا دلوقتي بقى حاطط ده فين؟ حاطط ده على الجيت وعلى على الدرين. طيب مش عارف ارسمها فين. ماشي احنا هنا بنرسم سي. طيب انا هنا بدين ساتوريشن عشان في اكس اللي هي ايكوال في دي اس اللي هي ايكوال في جي اس هتبقى اكبر من الفي جي اس ناقص في فيش. طيب وانا برسم بقى اي اكس فيرسس في اكس دلوقتي الفي اكس هي الفي جي اس ماشي واحنا عارفين ان ان ده ساتوريشن يعني ما بيعتمدش على الفي دي اس اصلا. طيب فبالتالي بقى نرسمه ازاي؟ احنا عارفين علاقه الكارنت مع الفي جي اس تبقى كوادراتيك ماشي فالعلاقه اللي احنا عارفينها العاديه كونستنت الفي اكس عده الفي ثريشولد تمام لان احنا كنا عارفين ان احنا في الساتوريشن الاي بيساوي ايه؟ بيساوي هاف ميو ان زي اوكسايد دبليو اوفر ال في في جي اس ناقص في ثريشولد سكوير تمام. فعشان كده بقول لكم هو بيعتمد على الفي جي اس سكوير بس وانس ان الفي جي اس عدت الفي ثريشولد ماشي مش مش ايه مش 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 في اي فاليو الفي جي اس يعني. حد عنده سؤال في دي؟ مفيش اللي حمك الحته اللينير اللي كانت في الاخر. لا مفيش بقى. ليه بقى؟ قول لي انت ليه. لان انا هنا عندي دايما الفي اكس واصل بالفي دي اس والفي جي اس فانا دايما محقق الكونديشن ده في الاولى. لا انا كنت مثبت الفي دي اس ماشي فبتيجي لحظه خلاص يبقى لا يبقى هو بيخش في الترايد عشان الفي دي اس دي بتبقى اصغر من الفي اكس ناقص في فريش. لكن ده هنا بتحققش لان انا دايما موصل ده بده فالفي دي اس بيزيد والفي جي اس بيزيد الاثنين مع بعض. فهمت قصدي؟ هيفضل اكبر من الفي اوفر درايف صح؟ بالظبط هيفضل دايما كده. ده كونديشن دايما متحقق. وخدها رول يعني عامة لو الدرين واصل بالسورس انت دايما ساتوريشن دي خلاص. سوري لو الدرين واصل بالجيت ده دايما ساتوريشن يعني. او كاتوف يعني ساتوريشن يا كاتوف على حسب قيمه الفي اللي على الجيت بكام بقى. بس وانس ان هو بقى اون خلاص يبقى هو اكيد ساتوريشن دي معروفه يعني في عالم الموسفيتس يعني. طيب اخر حاجه بقى هنا عايز يبلوت الفي اكس فيرسس اي اكس. بس ناخد بالنا بقى من حاجه اي اكس هو هنا يعني حاجه ملهاش لازمه قوي سواء حاططها لك بالاتجاه ده. واحنا عارفين ان في الموسفيت الكارنت بيمشي كده لو الدرين اعلى من السورس
ماشي. وهنا الدرين بفي دي دي يعني هو اعلى حاجه في الدايره يعني مو في اكس كده كده بتروح من زيرو لفي دي دي. فاحنا عارفين ان الكرنت هيمشي عكس الاي اكس, فمبدئيا الاي اكس ده هيبقى نيجاتيف ماشي, لان هو اصلا محطوط باتجاه عكس الكرنت اللي هيمشي يعني. يعني حاجه ملهاش لازمه قوي بس عشان ايه نبقى واخدين بالنا, فهو الكرنت هيبقى نيجاتيف. طيب انا عندي هنا ايه بقى, انا عندي هنا برضو الجيت واصل بالدرين. طالما الجيت واصل بالدرين خدها رول يعني ده كده يبقى ساتوريشن خلاص تمام, لان دايما هيبقى الكونديشن ده متحقق ان يعني الفي دي اس اكبر من الفي جي اس ناقص بي 3. طيب انا هنا كده بسويب ايه السورس فولتج. طيب في جي اس كده هتبقى بتساوي ايه, تساوي 1.8 ناقص في اكس. طيب يبقى لما الفي اكس تبقى زيرو ده اقصى كارنت ولا اقل كارنت؟ هيبقى اقصى كارنت لان الفي جي اس بالماكسيمم بتاعها تمام, فهلاقي الكارنت هنا. طيب لما الفي اكس تبقى 1.4 يبقى ساعتها ايه اللي حصل؟ ساعتها الـ VGS بقت بـ 0.4 اللي هي الـ V threshold ماشي؟ لو الـ VX بـ 1.4 يبقى الـ VGS بقت 0.4 اللي هي الـ V threshold. طيب يبقى انا عند الـ 1.4 عند الـ VX بـ 1.4 يبقى انا كده الـ current هنا هيبقى 0 فيبقى الكرنت عامل بالشكل ده. هي نفس الرسمه اللي احنا رسمناها عادي بس هنا بس المشكله ان احنا يعني زي ما بقول لك انت ايه انت القيمه الصغيره للفي اكس هي اللي بتجيب لك الماكسيمم كرنت عكس مثلا هنا هنا كانت القيمه الصغيره للفي اكس بتجيب لك المينيمم كرنت ماشي, عشان زي ما بقول عشان بس هنا ايه الفي اكس هي السورس فولتج مش الجيت فولتج. تمام كده ولا حد تاه مني؟ تمام يا باشمهندس. تمام طيب اخر مساله بقى ماشي, عشان كده بقول لكم سيكشن صغير يعني. هنا بيقول لك determine the region of operation of M1 for each circuit. نفس السؤال الاولاني بس ايه هنا بقى يبقى عندي بي موس. تمام خدوا بالكم اتجاه السهم اللي جوه ده معناه بي موس, بس كود ان السهم هنا بقى ده ايه ده مش معناه ان ده السورس وده الدرين او العكس ماشي. احنا كنا بقى في احنا قلنا كده كده السهم ده بيبقى عند السورس, فاحنا عارفين ان الديفولت في البي موس ان السورس فوق والدرين تحت, ده برضو مش معناه كده يعني. ليه بقى؟ عشان على حسب الفولتج ماشي ازاي. طيب احنا عارفين ان في البيموس ده اللي بيميز البيموس يعني السورس فولتج الفي اس بتبقى اكبر من الفي درين, ده دايما في البيموس. طيب فلو احنا جينا نبص هنا ده اعلى من ده يبقى ده فعلا السورس وده الدرين. طيب في البيموس بقى كنا بنمشيها بالايه عشان ما نلخبطش نفسنا, احنا عارفين ان في الان موس كنا بنقول في دي اس لو اكبر من في اوفر درايف يبقى ده ايه يبقى ده ساتوريشن, ولو في دي اس اصغر من في اوفر درايف يبقى ده ترايود. الفكره هنا بقى ان انا لو جيت احسب الدرين سورس فولتج مثلا انا هيطلع لي بالنيجاتيف اصلا, عشان ما نلخبطش نفسنا بنمشيها بالايه بالابسوليوت ماشي. يعني نقول ايه ممكن نقول ابسوليوت في دي اس اكبر من ابسوليوت في جي اس ناقص ابسوليوت في ثريش ماشي, عشان ما نلخبطش نفسنا يعني. طيب
ونفس الكلام برضو في الايه عشان نقول الكاتوف، نقول ابسوليوت الفي جي اس يبقى اكبر من ابسوليوت الفي ثريشولد عشان ابقى اون اصلا. طيب فلو جينا نبص هنا، انا عندي هنا ابسوليوت الفي جي اس بكام، ده السورس وده الجيت وده 2 فولت وده 2 فولت، يبقى ده كده هيبقى ايه؟ في جي اس بزيرو، في جي اس بزيرو، يبقى ده كاتوف. طيب هنا انا عندي الجيت بزيرو والسورس بوينت 3، طيب يبقى ساعتها الفي جي اس بكام؟ نيجاتيف بوينت 3 اللي هي ايه، بناخد لها الابسوليوت بتاعها. ماشي طيب يبقى كده هو اون، لان الابسوليوت في جي اس اكبر من الابسوليوت في ثريشولد. طيب الفي دي اس بقى بكام؟ الفي دي اس بزيرو، طالما زيرو يبقى اكيد اصغر من فيفا درايف، يبقى ده هيبقى ايه؟ حد عارف؟ المفروض هنا كاتوف ايه؟ ده كاتوف الثاني برضو، يعني 0.3 اقل من 0.4، 0.3 اقل من ايه؟ مش كده؟ لا بص بقى، ما في حاجه بقى انا ممكن نسيت اقولها في البي موس. ماشي السورس لازم يبقى اعلى من الجيت، ماشي، والفي اس جي ماشي لازم تبقى اعلى من الفي ثريشولد ابسولوت فاليو. ماشي بتبقى كل حاجه عكس اللي كان بيحصل في الموسفت. يعني هنا انا عندي ده زيرو وده 0.3، ده كده ترانزستور شغال. في الان موس لو ده كان حصل، لا ده كده مش شغال. خد بالك برضو من حاجه تانيه يا جماعه عشان شكل الناس ايه تاهت، معلش تاني انا هعيد الحته دي من الاول احسن عشان دي حته مهمه جدا في الكورس بتاعنا. تاني طيب تاني في الان موس كنا بنقول الفي جي اس لازم تبقى اكبر من الفي ثريشولد. طيب يعني الفي جيت اكبر من الفي سورس باي في ثريشولد، يعني دي خلاص معروفه. طيب في البي موس بقول الفي اس جي اكبر من ابسوليوت الفي ثريشولد، يعني الفي سورس تبقى اعلى من الفي جيت باي ابسوليوت في ثريشولد. تمام كده؟ هو بيبقى عكس الان موس، يعني هو في هنا طبيعه، يعني طبيعه الدايره نفسها كفيزيكس بتشتغل لما يبقى السورس اعلى من الجيت. طيب فبما ان هنا عندي ال وبرده في حاجه ان الفي سورس هنا الفي درين بتبقى اعلى من الفي سورس، لا هنا الفي سورس بتبقى اعلى من الفي درين. طيب هنا انا عندي ده 2 فولت وده 0 فولت، يبقى مين السورس ومين الدرين؟ حد يقول؟ اي حد؟ اللي فوق هو السورس عشان هو اللي ليه الفولت الاعلى. طيب هنا 0.3 يبقى اي واحد، فهنقول عشان بس نمشي مع السهم ان ده هو ايه، ده السورس. طيب انا هنا بشوف الفي اس جي ولا الفي جي اس؟ بشوف الفي اس جي. طيب الفي سورس اعلى من الفي جيت، يبقى انا فعلا اون. ماشي
ال في اس ب 0.3 والفي جيت ب 0، يبقى الفي اس جي ب 0.3. عشان كده بقول لك ان ده اون عادي ماشي، غير في الان موس لا لازم ده يبقى هو اللي اعلى من السورس. طيب فده كده اون. طب ترايد ده ولا ساتوريشن؟ حسب بقى ايه، حسب العلاقه بتاعه الفي دي اس بالفيفا درايف. انا عندي هنا الفي دي اس بكام؟ بزيرو، يبقى ده ترايد، لان كده الفي دي اس اكيد اصغر من الفيفا درايف. ماشي، في دي اس ايكوال زيرو، ماشي، يعني اصغر من الفيفا درايف، يبقى ده ترايد. مهندس، هو في حاجه غريبه حضرتك بتقول ان في بي موس الاف الفي اس جي لازم تكون اكبر من البي ثريشولد. صح، احنا هنا صح صح، احنا هنا بقى بنبص للفي اس دي مش الفي دي اس. ده برضو ايه، حاجه على جنب. كمل، كنت هتقول ايه؟ طيب تقول حضرتك ان الشرط ان هو يبقى يعني يبقى اون ان الفي اس جي تبقى اكبر من البي ثريشولد. الفي اس جي هنا هي 0.3 ودي اقل من الـ 0.4. انت قصدك يعني على اساس ان هو 0.4؟ انا نسيت. صح، انت معاك حق، انا نسيت ان هو 0.4 اصلا. فده كده كات اوف. انت صح، انت صح، انت صح. سوري يا جماعه، انا فعلا نسيت ان هو 0.4. في ثريشولد ايكوال 0.4، تمام، يبقى ده كده كات اوف. صح. طيب ماشي، معك حق. كويس كويس انك مركز يعني. انا المهم طيب بالنسبه لده، ده كده انا عندي ده السورس وده الايه وده الدرين، عشان السورس هو الاعلى. طيب عندي ده 1 فولت وده 0 فولت، ده كده لا اون بقى، يعني عندنا 1 فولت وعندنا الثريشولد 0.4، يبقى ده اون. طيب الفي اس دي بقى بكام؟ 2.7، كده هتبقى اكبر من فيفا درايف، صح ولا غلط؟ صح، لان الفيفا درايف عباره عن الفي اس جي ناقص ابسولوت الفي ثريشولد، تمام، اللي هي كام؟ اللي هي ب1 ناقص 0.4 اللي هي 0.6، تمام. يبقى هنا 0.7 اكبر من 0.6، فيبقى ده ايه؟ يبقى ده ساتوريشن. طيب اخر واحده بقى، حد بس عنده مشكله في الاول؟ طيب هنا بقى الفي اس جي بكام؟ 0.6 ايه؟ -0.6. طيب هل ده ينفع؟ ينفع 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 في البي موس الجيت يبقى اعلى من السورس؟ لا، لازم الفي سورس يبقى اعلى من الفي جيت بفي ثريشولد، يبقى ده كده كتف. يبقى ملخص اللي احنا قلناه النهارده يا جماعه، عشان ده بصوا عصاه في الكورس بتاعنا، كل اللي احنا هنعمله ان احنا هنستخدم الموسفيتس دي في الاون والاوف ريجن علشان نعمل لوجيك جيتس. من الاخر كده، دي الطريقه اصلا اللي بتعمل بيها اللوجيك جيتس، اللي هي الاند والاور والناند والنور والكلام ده، تمام. فهو ملخص الموضوع في الان موس، ماشي، ده اهم حاجه. اهم حاجه سيبكم موضوع الساتوريشن ده خالص، الساتوريشن ده غالبا مش هنستخدمه غير في شويه كالكوليشنز بسيطه يعني. بس اهم حاجه في الان موس، الفي جي ده اعلى من الفي سورس بفي ثريشولد، تمام. في البي موس الفي سورس اعلى من الفي جي بفي ثريشولد، تمام. يعني هنا كان الجيت اعلى من السورس، هنا لا، السورس اعلى من الجيت، تمام. دي اهم حاجه، علشان دي يعني دي اللي هتستخدم في الكورس كله، عشان على اساس الجيتس احط ان موس ولا في موس على حسب اللوجيك اللي انا عايزه يعني، تمام. هنشوف لسه الكلام ده بالتفصيل بقى في الكورس يعني، تمام. وطبعا فكره ان انت لو يعني لو الفي دي اس صغيره قوي فانت كده ترايد، ماشي. لو الفي دي اس كبيره قوي فانت غالبا ساتوريشن، ماشي. عشان احنا بص، اصل احنا غالبا احنا في الكورس ده بنتعامل مع تو ريجونز،
ريجن الاون وريجن الاوف. احنا مستخدمين ترانزستور كسويتش، فهو حاجه من اتنين، يا اما الاوتبوت هاي يا اما الاوتبوت لو. فانت من الاخر هتلاقي الفي دي اس يا اما هاي يا اما لو، يعني فاهم يعني. فعشان كده بقول لكم دي اهم حاجه، انك تبقى عارف الماكسيمم والمينيمم يعني. بس حد عنده سؤال لحد كده؟ هو خلاص احنا خلصنا يعني. يعني قصدي حضرتك يا باشمهندس ان لو البي دي اس ترايد او ساتوريشن يعني مش فارق معاك ان هو اون او اوف. بص يعني احنا كلوجيك جيتس، كلوجيك جيتس كاوبريشن لوجيك يعني، اللي هو بقى ان في 1 او 0، انت قصه الساتوريشن والترايد والكلام ده مش هتفرق معاك قوي. الساتوريشن والترايد دي بس هتفرق معاك في حاجه واحده، وانت بتحسب الديليز بتاعه الجيت. ما الجيت ده هيبقى زي